فإن صفة الأمانة وقيمة الأمانة هي من أعظم القيم، لدرجة إن بعض العلماء يقولون أن الأمانة هي أم القيم وهي أم الأخلاق. ليه؟ لأن الأخلاق إذا لم تكن محلاة بالأمانة إذا لا قيمة لهذه الأخلاق. يعني لو إنسان تحلى بأي صفة من الصفات ستجد أن الأمانة هي التي دفعته إلى هذه الصفة الجميلة. يعني صفة الصدق، الإنسان ليه يكون صادق مع الناس؟ لأن الإنسان يرى أن الأمانة أن يقول الكلام زي ما سمعه بالضبط، وإنه ما يزودش في الكلام شيء عليه، لأن من الأمانة أن يؤدي النقل أو الكلام اللي سمعه بالزبط. زي ما سمعه بالضبط. أيضا لو شفنا صفة حتى الكرم، لأنه شايف أن الأمانة أن تظهر للناس محاسن هذا الشرع الكريم وأن الإسلام هو دين الكرم، فمن الأمانة أن تظهر للناس بالمظهر اللائق في إكرام الناس وإطعام الناس واستقبال الناس والبشاشة للناس. كل هذه الصفات إنما لو نظرنا ودققنا سنجد بأن الأمانة هي الأساس الذي تأسست عليه وانبنت عليه هذه القيم. ولذلك الأمانة بعض العلماء يقول هي مجموعة قيم تنبع من مسألة المسؤولية. المسؤولية سواء المسؤولية الفردية على كل واحد وإيه الواجب اللي عليه اللي لازم يؤديه، أو المسؤولية المجتمعية، يعني المجتمع كله عليه أمانة ثقيلة جدا. أمانة المجتمع يعني نابعة من أمانة الفرد. لو كل واحد فينا قدر يؤدي الأمانة اللي ربنا كلفه بيها في الحياة، سواء كانت أمانة خلقية لنفسه أو أمانة في بيته أو أمانة في التعامل مع الناس في الشارع في التجارة وفي البيع وفي الشراء وفي كذا، الأمانة في ما يؤدي من معلومات وما يتكلم به من كلام، كل ده يجعل الإنسان إنسان فرد سوي. طيب الفرد السوي ده لو جبنا معاه فرد سوي تاني وفرد سوي تالت ورابع وخامس وسادس، إذن المجتمع كله أصبح مجتمعا أمينا. لذلك المسؤولية الفردية والمسؤولية والتحمل المسؤولية والشعور بالمسؤولية تجاه الحق سبحانه وتعالى، وأيضا تجاه نفس الإنسان ثم تجاه الناس من حواليه، كل دي أمانة. يعني التعامل مع الله وأداء الصلوات والعبادة أمانة، الإنسان يحافظ على صحته ولا يشربش مخدرات ولا مسكرات دي أمانة طبعاً. لأن الصحة أمانة، ربنا استودعك هذه الأمانة. لما تتعامل مع زوجتك بالخير والزوجة تتعامل مع زوجها أيضا بالرفق والتعامل الجيد بين الأسرة بين الرجل والمرأة، دي أمانة، لأن الحياة الأسرية هي أيضا أمانة، سنتكلم عنها إن شاء الله أكيد. دي كلام يعني مطول فيها أكيد. أيضا قضية التعامل مع الناس المجتمع، لما أنا ببيع حاجة وأوضح ما فيها من عيب أو إن أنا أتكلم وأوصفها بالوصف الدقيق اللي هو يعني هي مطابق للواقع فعلا، دي أمانة. لما أنا أشتري أو أدي وأقول إن أنا سأؤديك الأمانة إن شاء الله، المبلغ ده أنا اقترضته منك إن شاء الله أدو لك يوم كذا وأكون صادق في هذا الوعد وفي إبرام الوعد ده، دي برضو أمانة. لما أنا أخذ المبلغ منك برضو والمبلغ المطابق بالضبط هو ما زودش عليك المبلغ، دي برضو أمانة. يعني إحنا يا جماعة محتاجين هذه الصفة حتى يعيش المجتمع آمن، وأول واحد مستفيد من الأمانة هو أنت أيها الفرد. يعني كل واحد فينا مستفيد من الأمانة. لو المجتمع كله بقى أمين، ابني هيخرج ما حدش هيضحك عليه، بنتي هتخرج أيضا هبقى مطمئن عليها، زوجتي هتخرج هبقى مطمئن عليها، كل الناس هتعيش في استقرار وفي أمان مجتمعي بسبب الأمان. لذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. وسيدنا أنس لما روى هذا الحديث في مسند أحمد يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام ما خطبنا إلا وقال هذه الكلمة، قال لا إيمان لمن لا أمانة له. يعني الإنسان اللي ما عندوش أمانة ما يقدرش يدعي إنه مؤمن. والإنسان اللي يقول إن هو أنا مؤمن يبقى لازم يكون عنده أمانة. وكذلك الإنسان اللي ما عندوش عهد، هذا الإنسان أيضا يعني لا ديانة له ولا إيمان مرتفع، ما يدعيش إنه هو رجل صاحب ديانة وصاحب أخلاق وصاحب كذا، وهو لا يفي في مواعيده ولا يلتزم بالموعد الذي أبرمه، ولا أيضا يفي للناس بأماناتهم التي أعطاها له. لذلك القرآن الكريم حثنا على هذه الصفة وجعلها من الأوامر. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن الله يأمركم، إن شوف خلي حضرتك أستاذ مروة والسادة المشاهدين، ربنا بيقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. يعني ربنا بيأكد علينا صفة الأمانة إن بالتأكيد،
ثم يأمركم بصيغة الأمر، عشان ما تقولش دي مستحبة دي ممكن نعملها وممكن ما نعملهاش، لا، يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. تؤدي الأمانة اللي انت خدتها، حد استودعك أمانة تسلمها زي ما هي بالضبط، حد استودعك كلمة تنقل هذه الكلمة كما هي بالضبط، ما تضيفش عليها من عندك أي كلام بالزبط. إن انت عارف إن حد استودعك أي شيء، حتى ولو ابنه بتعلمه الأستاذ في المدرسة اللي بيعلم الأولاد، عارف إن أولاد الناس أمانة في رقبته، فالمفترض انه يبذل كل الطاقه وكل الجهد علشان يعلم الناس تعليم كويس، علشان خاطر دول امانه، وان هو بيتقاضى اجر على هذه الامانه، فيبقى الاجر حلال اللي بياخده. طب لو قصر يقول لك علشان ياخد عندي درس، ولا علشان خاطر استفيد منه حاجه تانية، دي مش امانه. وتخلي الاولاد يتسربوا من التعليم، يبقى هو تسبب في هذا. يقول لك انا ما بستفيدش حاجه من الاستاذ اللي بيشرح في المدرسه، لان الاستاذ بيشرح نص شرح كده علشان خاطر يقدر بعد كده يشرح الشرح الكامل بره، او يدي درس بره للاولاد، فيتبقى ايه ان هو يستفيد مال. المال ده خدته انت بسبب عدم مطابقتك او عدم عملك وادائك للامانه التي حملك الله اياها، فيبقى اجرك ده للاسف الشديد فيه شيء من الحرمه. حتى لو بيعمل مجهود قوي جدا في الدرس الخصوصي، لا الدرس الخصوصي، ما هو ده الدرس الخصوصي يبقى اجر مالي، هو بسبب ايه؟ انه قصر في المدرسه، في حق المدرسه اللي بيشتغل فيها واللي بيعمل فيها واللي بيتعاقد عليها.